أهلا بكم في سبوت نيوز. يشهد الموقف الدولي فيما يخص التوترات في مضيق هرمز أحداث ومستجدات متتالية، كان آخرها من بريطانيا واليابان، حيث استبعدت بريطانيا مبادلة ناقلة إيرانية تم احتجازها قرب جبل طارق بناقلة ترفع العلم البريطاني احتجزتها طهران في الخليج. وعن وزير الخارجية البريطاني دومينيك رابلين قال: لن نقايض سفينة احتجزت بشكل قانوني بسفينة احتجزت بشكل غير قانوني، هذه ليست الطريقة التي ستخرج بها إيران من عزلتها. يذكر أن التوترات تصاعدت بين إيران وبريطانيا منذ سيطرة قوات إيرانية خاصة على ناقلة ترفع العلم البريطاني الشهر الماضي، وجاء ذلك بعد احتجاز قوات بريطانية ناقلة نفط إيرانية قرب جبل طارق بتهمة انتهاك عقوبات على سوريا. يضاف إلى ذلك أن رئيس الوزراء البريطاني الجديد جونسون لا يرغب إطلاقا بتقديم التنازلات لإيران بشأن هذه القضية بالتحديد حسب مراقبين. أما اليابان فقد دخلت على الخط، فهي من أكثر الدول الآسيوية تضررا من التوترات في مضيق هرمز، فطوكيو وهي رابع أكبر مشتر للنفط في العالم لن ترسل سفنا حربية للانضمام إلى قوة بحرية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لحراسة ناقلات النفط في المضيق، وذلك خشية مواجهة رد عسكري من إيران، لكنها قد ترسل طائرات لتنفيذ دوريات مستقلة دون الدخول في أي تحالف وفقا لمصادر حكومية يابانية. كما أن اليابان قد ترسل رغم ذلك سفنا حربية بشكل مستقل أيضا لحماية السفن اليابانية في أهم شريان بالعالم لنقل النفط.